دمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني برنامج يسعى إلى زيادة مشاركة المرأة بمختلف قطاعات الإنتاج وفتح آفاق جديدة لها بمساهمة من وزارة الاقتصاد الوطني ووحدة النوع الاجتماعي فيها التي تقوم على تأهيل المرأة وتطوير إمكانياتها. المرأة كذلك في بعض القضايا تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وهذا ما تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني من خلال وحدة النوع الاجتماعي. هذه الوحدة أوجدناها في إطار هيكل وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتالي تتابع هذه الوحدة مع كل الأطراف ذات العلاقة، يعني بمحاولة إعطاء المرأة دورها وحقها. أوضاع سياسية حدت من الإنتاج الفلسطيني وأخرى اجتماعية كانت عائقاً أمام نجاح المرأة وتطور إنتاجها. منتدى سيدات الأعمال عمل على تطوير نظرة المجتمع للمرأة ودرس خطوط الإنتاج التي تتيح لها تسويق منتجاتها. تغيير الثقافة السائدة بالمجتمع إنه لا، المرأة بتستطيع إنها تتبوء وتدخل سوق العمل كأي رجل، وفعلا عندنا تجارب ناجحة في فلسطين ممكن إنها تكون فخر لكل سيدة إنها تكون مثال إنها تحتذي فيه. بعدين إحنا كيف بنزيل المعيقات؟ عن طريق بناء قدرات السيدات هدول، بناء قدراتهم التدريبية. دراسات تحليلية استعرضها مؤتمر تمكين المرأة لأهم المعيقات والتحديات التي تواجه صاحبات الأعمال وأهم الإنجازات التي استطعنا أن يقمنا بها لإثبات حضورهن الاقتصادي. لتلفزيون القدس سلام أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.